السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج المشهد، نخصصها لنقاش ارتداد تعليق التشاور الوطني في الأوساط السياسية المعارضة منها والموالية. شدني أن أستضيف لنقاش هذا الموضوع الكاتب والمحلل السياسي محمد علي العبادي. أهلا بكم أستاذ الكريم، شكرا على تلبية الدعوة. طبعا كل طرف يلقي باللائمة على الطرف الآخر في موضوع توقف الحوار، كيف تقرأ الصورة الآن بعد هذا التوقف، وبرأيك ما هي ما لديك معلومات حول الأسباب الحقيقية وراء هذا التوقف؟ أولا أشكركم على الاستضافة. أعتقد أن التشاور حد هامه، لأنه يخرصوا في الناحية لماذا التشاور أصلا. نحن نعتقد أن المعارضة منذ فترة ولي عبد العزيز كانت تطالب في كل فترة بحصول تشاور وطني أو حوار، سميه ما شئت، من أجل مناقشة القضايا الأساسية التي ترى بأنها قد تكون لديها انعكاسات على مستقبل البلد، سواء من الناحية الاقتصادية أو من الناحية الاجتماعية أو من ناحية توطيد اللحمة الوطنية أو من ناحية الهوية إلى غير ذلك. لأن أعتقد بأن هذه قضايا ظلت دائما مجال مطالبة لدى المعارضة بوقوع حوار أو تشاور فيما بين أطراف الأغلبية والمعارضة حتى يتم الوصول إلى مخرجات تكون خارطة الطريق لحل هذه القضايا. أعتقد أنه في ظل وجود تهدئة وظل وجود هذا التعاطي ما بين المعارضة والموالاة واستماع الرئيس انفتاحه لاستماع لكل الأطراف السياسية سواء كانت في الأغلبية أو في المعارضة بعد هذه التهدئة والتواصل ما بين هذه الأطراف، حصل اقتناع لدى المعارضة بأنه يمكن في ظل هذه التهدئة أن يقع تشاور، وتم رفع القضية لرئيس الجمهورية من خلال لقاءاته بأقطاب المعارضة كلها تطالب بحصول تشاور وتطالب من الرئيس بأن يفتح تشاور من أجل تجاوز تلك القضايا التي كانت مطروحة في الماضي وحلها وحلحلتها. رئيس الجمهورية قبل هذا المبدأ وترك، كانت هناك لقاءات في الخفاء ولقاءات في العلن ما بين الأغلبية وكذلك المعارضة، وظلت تلك اللقاءات تتكرر دائما دون إلى الحد التي أصبحت فيه هناك ثقة متبادلة ما بين الجميع، وكذلك فرصة لاستماع الكل وجلوسه على طاولة واحدة، وهو ما كان مفقود في الفترات السابقة. عند ذلك عندما قبل الجميع الدخول في هذا التشاور، طالبت أحزاب المعارضة بأن تكون الرئاسة ممثلة، أن تكون هناك لجنة من السلطة مشرفة على هذا التشاور، بدل أن يكون المشرف على التشاور هو الحزب الحاكم. إذن لأن الحزب الحاكم يعتبر طرف حزب الاتحاد من أجل الجمهورية وكذلك الأحزاب الأخرى، إذن تريد أن تكون السلطة هي الحكم وهي المشرف على هذه القضية. قام رئيس الجمهورية بالانصياع لهذا الأمر وعين شخصية تعتبر من الشخصيات السياسية الوازنة والتي واكبت المشروع السياسي في المعارضة في السابق، كما أنها واكبت الأغلبية والموالاة في الفترة الحالية، وهو الوزير معالي الوزير يحيى ولا عند الوقف. إذن أعتقد بأن اختيار هذه الشخصية أذلج الصدور منهم في المعارضة نظرا إلى الثقة الحاصلة ما بين هذه الشخصية والأطراف التي في المعارضة، وكذلك الثقة التي ربما حصلت طيلة الفترات الماضية في تعاطيه باعتباره نائب رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحزب الحاكم. واستطاع هذا الرجل من خلال وكذلك عينت معه لجنة وبدأت في الدخول في إجراءات التشاور. جاءت جميع الأطياف السياسية باستثناء حزب التحالف الشعبي التقدمي مسعود بالخير الذي أبدى تحفظا
ورغم ذلك ظلت هناك اتصالات مع الرجل وظلت الأمور تجري بالطريقة العادية. استطاعت هذه اللجنة أن تحصل مع أطياف الطيف السياسي سواء في المعارضة أو في الموالاة على جندة هذا الحوار وعلى مواضيعه دون تابوهات مطروحة. إذن تم تحديد المواضيع، تم تحديد المشاركين سواء من الأحزاب السياسية في المعارضة، إذن أصبح هناك نفس الرقم في المعارضة ونفس الرقم في الموالاة، وهناك تمثيل للمجتمع المدني وكذلك للفاعلين السياسيين الوازنين اللي ما هم منتمين لأحزاب سياسية، إذن والشخصيات السياسية المعروفة. إذن تم الاتفاق على جميع المشاركين وعلى المواضيع التي ستطرق. إذن أصبحنا أمام تنفيذ العملية مباشرة. عندما بدأ تنفيذ هذه العملية انسحب الرئيس بيرام ولده، نائب بيرام ولده، عن نتيجة ردة فعل على الأحداث التي وقعت لحزبه، وقال بأنه سيعلق مشاركته في الحوار. كذلك بدأت بعض الأطراف في الأغلبية تعليق كوالبربص الذي أعلن تعليق الحوار، وكذلك أعلن نائب الرئيس حزب التواصل السارك سيدي محمود بأن مطالبته بالتريث حتى يكون الحوار جامعا لجميع الطبقة السياسية. السلطة الآن لم يعد أمامها إلا أن توقف مشاركته هي، ليس توقيف الحوار. حسب ما لدي معلومات ليس توقيف الحوار، وإنما توقيف مشاركة السلطة في هذا الحوار، نظرا إلى أن السلطة لا يمكن أن تتدخل في الصراعات السياسية ما بين الأطراف السياسية. السلطة ولكن الموقف هنا إذا ما نظرنا إلى تسلسل الأحداث، ومهم جدا التذكير بكل هذا المسار، لما نظرنا نجد أنه ردة فعل كانت موجهة بالدرجة الأولى للسلطة. لم يكن هناك اعتراض، إما هناك مطالب موجهة للسلطة وإن كانت أحيانا توصف بأنها مطالب خارج الحوار، وصفت أكثر من مرة في سياقات مختلفة بهذا الوصف، وإما مواقف تجاه خطوات قامت بها السلطة، مثلا كموقف النائب بيرام مثلا. شفت هي معنية بالدرجة الأولى بهذا التوقيت. شو أنا أعتقد بأن فهم نوع من عدم الإنصاف لدى الفاعلين السياسيين. السلطة لم تقل بأن الحوار قد توقف حسب ما لدي معلومات. السلطة علقت مشاركته في الحوار نظرا لأن السياقات اللي موجودة هناك خلاف ما بين الأحزاب السياسية، والسلطة ليست طرفا فيها، فهمت؟ بعد ذلك البيانات التي صدرت من الأحزاب السياسية توضح نوع من الانتهازية، فهمت؟ بدلا من معالجة القضية ومعالجة الاختلالات ما بين الطبقة السياسية والفاعلين السياسيين والاتفاق من جديد على أجندة معينة، بدأوا يلقون باللائمة على السلطة. إذن كأنها هي المشجب اللي يعلق عليه الفشل. بدل الاعتراف بأنهم هم من رؤوسهم كطبقة سياسية سواء في الموالاة أو في المعارضة غير جاهزين للتشاور، ودخلوا في العملية دون أن تكون هناك نوع من التعاطي الإيجابي للدخول فيها، وربما لديهم أجندة أخرى ربما تكون أجندة خارج كما قلت إطار التشاور. هذا هو اللي عقد العملية. هو بدل أن الأحزاب السياسية تقوم مراجعة والبحث عن الخلل، بدأت توجه اللوم للسلطة لماذا توقف هذا. السلطة لم توقف. السلطة حسب المعلومات اللي عندي أن السلطة إنما نأت بنفسها عن الصراعات السياسية ما بين طبعا الوزير للوقف في خلال المؤتمر الصحفي ظهر وكأنه يمسك العصا من الوسط. نعم. لا يريد أن يحمل طرف معين مسؤولية توقف الجلسات، ولا يريد أن يكون هناك جهة معينة هي التي توقفت، بل أنه المشهد السياسي بشكل عام هو المشهد مثلا لم يعد مهيئ. هذه وجهة نظر هي التي تحدث بها، ولكن من المسؤول في هذه
بهذه النقطة، إنه ما دام السلطة جهة مشرفة يجب أن تكون هناك مساعي لتقريب وجهات النظر، مساعي لحل المشكلة، وإلا ما فائدة الإشراف إذا لم يكن غير قادر على خلق هذه التوازنات والانسيابية. هو تحدث أيضا أنه عمل اللجنة كلجنة التشاور أو لجنة التحضير هو عمل ناجح، كيف يكون ناجح وهو توقف؟ أنا نين أعطيك، شفت اللجنة اللي عندي من المعلومات هي جميع الأحزاب عدل توقعت المحاضر، محاضر موقعة متفقين فيها المواضيع والمشاركين، المواضيعين والمشاركين وذا كامل. دي المردة التالية اللي خلقت جاية من السلطة، والله جاية من أطراف أخرى، فهمت؟ يلا نعود هو اللي خرصه. المردة التالية اللي خلقت هي أطراف في المعارضة قاعد تعلنها ما هي مشاركة، بل إنه بدأت المعارضة تتلاعن بيناتها، أنت تعرف ذا اللي خلق بين بيرام والمولود. إذن أخرجنا إطار دائرة التشاور لإطار خلافات داخل المعارضة من رأسها. هون لينسوا السؤال، اسمح لي عفوا المقاطعة، هون لينسوا السؤال. مثلا المشهد الماضي كامل، السنوات الماضية كاملة كان فيها مثلا طابع الهدوء، هو اللي بثنى عليه الحوار. ما دام هناك هدوء سياسي يجب أن ننتقل لمرحلة الحوار. هل تعتقد أنه الحوار الآن هدم ما كان موجود من الهدوء السياسي، بدل من يكون هو مرحلة ثانية من 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 التطبيع السياسي صح التعبير، هو أصبح الحوار، شفت الحوار ما هدم شيء، يكون الشيء كان متهدم معنى ما كان عندنا هدوء. معناه نحن اللي نشوفه اليوم قضية أقطاب المعارضة اللي خلق بيناتها وذا التلاسن اللي خلق بيناتها، واضح بعد من الهدوء هو الهدوء جاهم الشور الأغلبية، والله 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 الأمور اللي خلقت جات من منين، فهمت؟ نحن يلا لا هو هون وحتى أستاذ الكريم حتى أستاذ الكريم مقدمتكم تحدثت منه كان هناك كل طرف يتحمل جزء من المسؤولية كمعارضة وكمولد. هو اللي قلت لك أنا اللي هون دار نبه عليه. نعم. لأن الناس مشات وقاست الزرقاء وخلات الزرقاء، فهمت؟ قيمت ماشة قايسة السلطة وتباركت معها تحملها على أنها فشلت وعلى أنها عدلت وعلى أنها وزعت، بدل على أنها تقيس الزرقاء. هو ذا اللي فشل، ذا اللي قال على أنه ما هو مشارك في الحوار، من هو ذا اللي تبارك. أنا مالي قد يقولوا لك شنو سبب عدم مشاركته؟ هو موقف كان اتجاه سلطة معينة، السلطة من راسه عدلت خطوات قد تعود منافية تصوره هو كطرف. السلطة ما عدلت شيء، وسمعنا في حلقة ماضية. نعم. بواحدة من القنوات، ما نعرف كان أنتم والله قنوات أخرى، طيب ذيك الساعة فوان انسحاب بيرام اللي يسولوني عنه كانوا لا ينسحب من الحوار، استبعدت ذيك الساعة أن بيرام ينسحب، بي اللي قضية بيرام قضية شخصية، فهمت؟ بيه لين يعود للمردة اللي وعدلت الحزب السياسي مهما كان شرعية ما هي شرعية، والله ذاك هو حزب ما فات وشرع، لأن قبل تلاف التون قلعت هذا ما يجعل. نعم. طيب شخصية وطنية، لأنها تقول لأنها منسحبة من الحوار، إذن هذا ما هو مبرر لأن السلطة عدلت له لأنه ينسحب من الحوار. طيب. فهمت؟ بيه اللي هاي المردة ما تدخل في طار الحوار، إذن نحن المزاج الشخصي الأفراد ما تعود يدخل في الأمور الوطنية العليا، فهمت به اللي هاي أمور وطنية وقضايا وطنية كبيرة. رئيس الجمهورية نظرا والسلطة نظرا لأنها تختار تم التهدئة لا خارجه، كانت تقد تم تقول إن الحوار متواصل وتم التلاسن لا خارج، فذا قاعد نلحقوا درجة من الشحن اللي قاعد إحنا ما نفاصلين فيها، إذا نختاروا نعدل وقف التأمل. معناها أنتم تراجعوا رؤوسكم كطبقة سياسية سواء في الموالاة والمعارضة. طيب. تبحثوا فيها عن الخلل منين ومن منين جاي، كانوا جاي من فلان، والله من فلان، والله علان، وبعدين تبحثوا ذاك وتعودوا ناضجين إذا مرد على أنها تقدم لهوينا لا تقول لكم السلطة تفضلوا. طيب. سنواصل لهذا النقاش حول هذه مدة التوقف والسيناريوهات المتوقعة، ولكن بعد الفاصل مشاهدينا الكرام فاصل قصير ثم نواصل هذا النقاش في برنامج المشهد، يبقوا معنا.
اهلا بكم من جديد في الجزء الثاني من برنامج المشهد الذي نناقش فيه ارتدادات تعليق الحوار والتشاور الوطني مع الكاتب الصحفي والمحلل السياسي محمد علي العبادي. اهلا بكم. طبعا الان توقف جلسات الحوار وتجاوزنا الى حد ما مرحله التلاسن او حاله لا تهدئة التي مرت بها الساحه السياسيه. هل تتوقع وخصوصا انه الوزير الواقف تحدث انه مثلا اذا فشلت كل المساعي وعوده كل الاطراف يمكن ان تكون هناك استراتيجيه، او اشار الى انه مثلا تجربه جلسات تعليم يمكن ان تكون هناك تجارب مماثله في هذا السياق؟ تتوقع فعلا انه المساعي لاعاده كل الاطراف من الناحيه السياسيه هناك امل فيها، هناك افق في هذا السياق؟ انا ظاهر لان الوزير يحيى الواقف ربما محمد شي كاع ما يالتو يتحملوا به للوزير بذل مجهود كبير في يخلق التشاور، ومضينا للفترة الماضية كاملة الأمور ماشية بالطريقة العادية وشفناها، معناها عدنا يالتنا. أنا ظاهر لي على الطبقة السياسية بصورة عامة مهما كانت بدل علنها دائما هذا اللوم اللي تم واحدة فيه، ودائما إلقاء اللوم على رقاش والله عدم ردة. يالتها هي نحن فاصلين في النيلين تخلق أخطاء ان الناس تقعد وتخرس الخلل في المين. ما تاتقع ما الجلد جلد الذات ومحاوله على اني قال ذاك كذا وذاك ما هو كذا، ما هو مزي شيء به. اللي مزي على نيابة الطبقه السياسيه بيناتها تجلس وتعرف وين هو الخلل. انا وين أنا الخلل برايك؟ انا اعتقد ان الخلل اليوم علنا نحن ان المعارضه للاسف الأغلبية فيها يوسر من الصراعات وفيها يوسر من الخلافات نعرفونا، غير بعد على الأقل خلافات صامتة تسوق شيء ما هو للعلن، معناها مرات تم تسرب تقد تعود صحيحة وتقد تعود في الكواليس، فهمت؟ بينما هذه مردة ذاك هي واضحة باللي نحن الحوار اللي خلق ما ذا اللي خلق فيه كامل. أول شيء فيه هو أن الصراع اللي خلق داخل المعارضة اللي هي أصلا طالبة التشاور، وهي اصلا اللي دوره يخلق. ثانيا المطالبة بالتريث فيه جاية من حزب من المعارضة، هو اكبر احزاب المعارضة، هو رئيس حتى الحزب اشار الى انه لم يتم التشاور معه فيما يتعلق بتوقيف الجلسات، انه فقط علم بالجلسات هكذا. توقيف الجلسات يعني السلطة، فهمت؟ الجلسات كانت تصل مشرف عليه السلطة. فرق بين خارج مردة يلا تعود متفاصلا. ذلك قال له الوزير يحيى الحمد الواقف جاي مع عند رئاسة الجمهورية بطلب من المعارضة أن الرئاسة تعود هي اللي مشرفة على الحوار، فهمت؟ من أجل أن ما يعود حزب سياسي هو اللي مسيطر والله طبقة، وتعود الناس فر سياني في نقرة الحوار والرئاسة. ثانيا يجعل على الأجندة اللي تعود خارجة تعود مشرفة عليها هي وتقدر تطبقها، فهمت؟ هذه واحدة. الرئاسة جات وقبلت هذا باعتبار على فهم توافق بين الموالاة والمعارضة، فهمت؟ إلين شافت على ما فهم التوافق لا يتم قاعدة حني لين يفوتوا قاعد يتفرقوا عليها، يعود مات لحد يجي لجلسات الحوار، فهمت؟ معناها الطبيعي لأنها هي توقف ذا اللي يعنيها هي. أنا أصلا ماشي معاكم الله في حالتكم متوحدين، إلين يعود خارج الخلاف أنا ماني داخل فيه بي اللي ما نقدر عود مشرف على مردة متخالفة. أنا ليش نعد أنتم لكم سنتين ونص انتم تجابروا بيناتكم، ولكم سنتين ونص انتم تناقشوا المواضيع اللي عندكم، ذا اللي يخالفكم ضرك شنو، فهمت؟ معناها على فهم اجنده اخرى وفهم مراد اخرى ربما اخبرهما فيها. يالتهم بدل على انهم يقولوا السلطه العدلت ما يتوسى وقفت ما حستنا هي ما يليت لا تقول لهم انا لا يوقف، هذا يعنيها هي سلطه هي اللي عندها اللجنه اللي مشرفه، ما هي لا تقول الاحزاب الاخرى ما فيها الحزب الحاكم أنا لا يوقفوها ولا نحن لا يوقفوها. قالت على أنهم وقفتوا يقير ما هي الحوار ما يعني فيه بيدي الحوار حوار سياسي بين أطراف سياسية، وإذا دائما تقولوا قالوا الناطق الرسمي ذيك الساعة مازال وقالوا على أنهم هم والرسوم على أنهم ما السلطة التنفيذية ما عندها أي علاقة بالحوار، وعلى أنها تعتبره حوار سياسي وعلى أنه بين السياسيين وعدلوا فيه ذاك اللي يبقوا، وهي بمثابة وسيط والله مراقب، فهمت؟ مشرف على ذا اللي خالق يتم ذاك اللي يخلق فر تستمع له وتنسق ذيك الجلسات وتعدل ذا فر اللي خالق وتشرف عليه وتعدل الأمور اللي دعات اللي فهم أمور تحتاجها
من ناحية التنظيم، من ناحية ورد تعدل السلطة. يا غير السلطة ما هي داخلة في النقاش السياسي اللي بيناتهم هم، فهمت؟ نعم. معناها على أن اليوم دين اللي اختلفتوا انتم، أنا لا موقف من طرفي، أنا من رأسي كطرف من رأى على أني محايد بيناتكم، ما تيتر على أني يالتي موقف دوري من هون لين تتوافقوا انتم، فهمت؟ نعم. يا غير تارك لكم المجال علمكم انتم من رؤوسكم تجلسوا بيناتكم لعدتوا اللي جدي عندكم وتحاولوا تناقشوا أموركم تخرصوا كانكم تقدوا توافقوا عليها، لا توافقتوا، إحنا على الرحب والسعة علينا دخلوا معاكم نشربوا معاكم في ذلك الدور أنتم على النعود ومشربين، ما دمتم معكم متوافقين أنا ما علي أنتم داخل به، اللي هذا هو واللي عدل الصراعات اللي خلقت، تعود السلطة طرف لا يتقوي طرف معين على طرف آخر، ودائما هو اللي تخلق به الأزمات، معناها يعود نقبل طرف إما من المعارضة ونتبناه ونخلي طرف آخر يعيط، وعود هذا يخلق فيه نوع من الأزمات، كيف الحوار اللي خلق والله التشاور اللي خلق لك الساعة هون بين 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 الأحزاب السياسية بيجل هو مسعود والجماعة اللي معها حزب الصواب، جماعة المعارضة اللي ذيك الساعة حاورت مع 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 الأغلبية، تعرف إن ذاك الحوار ظل حوار مشلول، لأنه لو كان حوار شامل ما يعود قاعد حقنا اليوم، فهمت؟ لذلك السلطة ما يالله تسدرش فإنها تدخل في خلافات هي ما هي معنية بها، فهمت؟ بما أني أنا نختار التهدئة وبما أني طار بما أنها ما هي طرف في الصراع السياسي، إذا اللي عندها لا على أنها توقف إلين اللي تتوافقون أنتم على ذاك المتوافقين معها، يقال في الكواليس أنتم عندكم فترة لين تعودوا تبقوا ذا الحوار يخلي شوفوا أنتم إلين تتوافق عليه الطبقة السياسية كاملة تعدلوا. هناك أيضا ما يقول أنه الأسباب الحقيقية وراء التوقيف والله ذا اللي خلق أنه ننطلق أصلا المختل، ننطلق بأحزاب غير مرخصة بجهات مثلا ربما ما عنده ذاك الوزن اللي ميارته انطلق به، لذلك أصبح ما فهم ذاك التوافق، والله ما واضح أنه فهم التوافق على المسار بشكل عام. شفت لأن السلطة قالت على أنها قابلة التشاور ومن أجل ما يخلق الخلاف تم التغاضي عن بعض الأحزاب اللي عندها وزن، عندها نواب يقر ما فاتوا شرعت كيف تحزب الرق وبيرام والداه والعبيد، الناس اللي معاه اللي إنسان شخصية سياسية وازنة ترشحت وعندها نسبة معينة، فهمت؟ إذا أنها تخولها على أنها تشارك في الحوار، هناك أحزاب اللي تمثل رؤية أخرى شريحة أخرى ومراد أخرى، إذا أنها لابد من اللي تشارك، فهمت؟ معناها من أجل إياك ما يعود فهم الناس كاملة بشاركة افتح لها الباب فرسي، يعني نقض النظر عن ترخيصها لياك تشاركي، فهمت؟ معناها قال أحزاب تحت التأسيس، فهمت؟ فهم مشاريع أخرى تحت التأسيس ولم تجد عودة؟ مشاريع غير ما يكيفتهم هم، هاي مشاريع تبين وجهات نظر، فهمت؟ لأن هذا شخصية سياسية حقوقية عندها وزنها في الساحة السياسية، فهمت؟ إذا نو التغاضي عنه والله 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 تهميشه لا يعتبر نوع من ضربة للتشاور، لأن التشاور مديور به مردة متوحد عليها الناس فر، إذا أي صاحب رؤية مهما كان يعبر عن شيء معين يالتك تفتح له المجال للمشاركة في التشاور، لذلك مفتاح المجال لهم هما هذو كاملين، وحتى على الأحزاب رقم كبرها تواصل اللي عنده 14 نائب وهو أكبر أحزاب المعارض عنده نفس التمثيل اللي عنده كل الناس الآخرين، فهمت؟ معناها على الأمور ذا كامل المديور به شنو ذيك الساعة؟ مديور به الوفاء، معناها على أن هذا عدلته الأحزاب السياسية سابقة على الرئيس يعلن يعين الوزير يحيى ولا حمد الوقف واللجنة اللي معه، فهمت؟ سابقها كانت الرؤية فاتعات واضحة وتوافقت الأحزاب على اللي يمثلها، ودخلت السلطة لا بعدين توافقوا على عدد على 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 الممثلين اللي في الجلسات الأولى اللي لا يتعدل قاعة لا يتعدل الأجندة ولا يتعدل الأمر، وبعدين بدأوا عاقب ذاك يوسعوا المشاركة ويوسعوا الأمر حسب النواب وحسب اللي يشارك من الجمعية الوطنية ولا يشارك من المنتخبين من العمد ولا يشارك من المجتمع المدني، وحدوا عدد المشاركين وذا كامل وحدوا المواضيع وحدد كاملة، معناها على أن هو الأمور صبحت جاهزة. الخلل من منين يجي؟ خلل ما جاء من الشورى لجنة الإشراف. طيب ما دام الخلل مثلا بهذا التصور، هل تتوقع أنه يمكن تجاوز هاي حالة التوقف واستئناف الجلسات؟ خصوصا انه عمل اللجنه كلجنه التشاور لجنه اشراف على التحضير اكتمل، معناها مباشره الى جلسات
ليرجع للطبقة السياسية. لا أنا 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 سؤال عن تحليل. التحليل, كان التحليل, التحليل اللي يظهر لي أنا لأن الطبقة السياسية حتى الآن ما هي مهيئة للوحدة. لأن في الطرف اللي دور التشاور اللي هو المعارضة طرف الأغلبية ما هي دور التشاور ويسر منه ما يقد عليه قاع إذا إنه السلطة ما دور التشاور بها اللي ترى لأن ما عندها أزمة سياسية تجعلها لأنها تطلب التشاور تجبر تطلب لقاءات لأن هذا طبيعي تعود فهم معارضة وفهم موالاة وهي طبيعية تخرج انتخابات وتعقب الموالاة تجبر ذني المعارضة تجبر ذني شابرة إذنها ما هي محتاجة المراد تدخل في التشاور ولا هي محتاجة يقير بما أن فهم مطالب أصلا قديمة لدى المعارضة بالتشاور وفهم هذا النوع من الأجندة قبلت هذا الدرك اللي عندنا نحن من دركان المعارضة تستطاع عندها القدرة لأنها تتجاوز ذيك الخلافات وأنها تظهر بمظهر موحد بحيث أنها تقد تضغط عقب هذا على أنه يخرج التشاور استئناف التشاور ومن دركان الأغلبية راهية فيهم اللي فيها شمل الناس التشاور ما هم مرقوشي فهمت إذا إنه كان اللامفر السعدي ما يراه على إنه ضروري يا الله ترك نبدأ المردة إلين تعود الطبقة السياسية الصادقة في ذا اللي عندها تبدأ النقاش خاصة من طرف المعارضة إلين تشوف كان هتك تتوحد عدد وتخلي عنها قاع قبار كان السلطة وقفت هذا والله ما وقفتوهم يعرفوا هو وقف علاش معناها يا الله تمرك نحن اللي نسعى طيب. لأنهم هم من رؤوسهم على مع الموالات ومع ذفر على ذاك الحوار اللي عدلوا في البداية واللي التشاور اللي كان بيناتهم على أنهم يعمقوا إلين كانهم يعرفوا كان ذي المردة قد وعدلوها والله ما اللي قاعدة يتعقب نظرا لاستحقاقات الانتخاب والزمن يعقب قاعدة يعقب يعود ما هو شكرا جزيلا لك الكاتب والصحفي المحلل السياسي محمد علي العبادي. شكرا موصولكم مشاهدينا الكرام على متابعة هذه الحلقة من المشهد إلى لقاء آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.